بكم إلى حلقة جديدة من برنامج لبنان اليوم. عناوين هذه الحلقة: اللقاء الحواري المرتقب غدا في بعبدة، الوضعان الاقتصادي والاجتماعي وانعكاس ذلك على الهجرة المرتقبة، أيضا التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وعناوين أخرى سنناقشها في هذه الحلقة مع ضيفنا دكتور بيير يونس. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك، ميرسي. يا هلا. يعني حنبلش معك باللقاء بعبدة غدا. قبل قليل دكتور سمير جعجع أعلن عدم مشاركته في هذا اللقاء، سماه يعني لقاء ذر الرماد في العيون. كمان في العديد من القوى السياسية أعلنت عدم مشاركتها، ولكن بغض النظر عن الخلافات السياسية، الوضع اليوم بلبنان اللي وصلنا له ماليا اقتصاديا معيشيا ما بيتطلب من الجميع أن يضع الخلافات جانبا برأيك، ويقعدوا كلهم على الطاولة ويفتشوا عن حلول؟ فنحكي شغلة هيك أولية ومثل ثابتة صارت عنا بلبنان، نحن للأسف ما عم نحط خطط استراتيجية طويلة الأمد. عند وقوع الأزمة منبلش نعالجها، يعني دايما بس يكون عنا أزمة منبلش نعالجها بوقتها، ما عم نرتقب من قبل حلول أو حصانات معينة تنحصن اقتصادنا ووضعنا الداخلي. هذا بسموه ترقيع يعني. عم نرقع كل مرة، بنقع بورطة، واليوم ورطتنا كبيرة لا قعر لها مثل ما بيقولوا. ورطتنا كبيرة، ورطتنا بالدرجة الأولى سياسية، وانعكست على كل هالوضع الاقتصادي اللي عم نعيشه اليوم، والمعيشة والنقد خاصة. دعوة لحوار وطني بين كل المكونات اللبنانية هي شغلة مهمة وإيجابية، مفروض كل الناس تكون معها، بس للأسف مثل ما عم نشوف اليوم يعني تقريبا تحول هالحوار لشبه مجلس وزراء، يعني بالمشاركين فيه. بالمشاركين نعم، يعني في طوائف كاملة ما عم بتشارك يلي هني مكونات أساسية بلبنان، ورح يقتصر أو شبه رح يقتصر هالحوار الوطني على مجلس الوزراء مثل ما هو هلأ تقريبا. نعم. مع بعض رؤساء الأحزاب الكتير قليل رح يكونوا مشاركين. للأسف هيدا الشيء ما بيدل عن جدية من الأطراف يلي عم تعتذر، بغض النظر عن رأيهم بمضمون الدعوة أو بالهدف الدعوة أو بالبرنامج الدعوة. اليوم إذا بتشوفي على أرض الواقع مدام نوال، في شيء كتير مؤلم، عن جد في شيء كتير طبعا. مؤلم. امبارح أنا وصلني ستاتيستيك من المؤسسة الدولية للمعلومات، عام 2019 كان اللي العدد اللي هاجر من لبنان هو 62,000 شخص، مقارنة بال 2018 في زيادة ب 42%. المدارس الخاصة اليوم كمان قريت تقرير، تقريبا 50% من الطلاب اللي كانوا مسجلين هيدي السنة اللي خلصت ما عادوا تسجلوا هيدي السنة، طبعا رايحين على المدارس الخاصة الرسمية. راح اعطيك اذا بدك هيك عينه من منطقتي، انا من قضاء البترون، راح اعطيك عينه لاني عم بتواصل مع الناس هونيك ومع الناس عم تشتغل على ارض الواقع. في مؤسسات كتير عم بتسكر، محلات بسيطه يعني التجاره البسيطه عم بتسكر، في مدارس خاصه كتير مهدده، ومنهم مدرسه بضيعتي انا بتنورين مهدده انها تسكر بشكل جدي. عم بتواصل، كنت من فترة وهذا الشيء كتير زعجني، عم بتواصل مع مختار مهم بمنطقة البترون وعضو فاعل برابطة المختير وعنده مركز وعنده تاريخ طويل وعنده إذا بدك عشق بالتعاطي مع الناس، وعامل كان خلية أزمة يساعد بكل هالأوضاع السيئة اللي عم بتعانيها الناس. خبرني من يومين أنه بده يهاجر. يعني لما شوف أنا أوضاع مثل هيدي من أرض الواقع، ولما شوف في ناس عن جد ما عم بالغ، في ناس عم تطلب تتدين حق علبة أسبرين، أنا صارت معي عم تطلب تتدين حق علبة أسبرين، لما شوف هالأقطاب بالسياسة بلبنان عم بيعتذروا عن تلبية الدعوة، شو ما كان رأيكم بالحكم وشو ما كان رأيكم بالعهد أو بصاحب الدعوة أو بالسياسة الحالية، اليوم في كارثة اجتماعية بتطال الكل، بتطال الكل، وراح تطالكم إلكم وراح تطال جمهوركم وطالبتهم، ما فيكم تكونوا منفصلين عن الواقع بهالشكل الفاضح. يعني بتلاقي اليوم هالأداء السياسي بعدم تلبية الدعوات للحوار أو بعدم اتفاق بحد أدنى بين كل هالمكونات اللبنانية، في انفصال عن الواقع وعن وعن الإحساس مع الناس، ما نحسين مع الناس، أنا بأكد لك هالشي، وفي إرادة بمكان ما لأنه ندمر بلدنا ولأنه ندمر شعبنا، أنا صرت أكيد من هالشي. نعم،
نعم، ولكن كمان لكون يعني عم بيعكس وجهة نظرهم من دون ما اتبناها. كمان اذا نحن بنجي مستعرض كلبنانيين نتائج الحوارات السابقه يلي ما ترجمت كمان على ارض الواقع وبقيت اسيره هالبيانات يلي طلعت بعد كل لقاء. مدام نوال، نحن بلد معقد بشريا، نحن بلد من هالبلدان اللي فيها تركيب بشري معقد. مش بالسهل فيك تحلي ازمات لو قالت الحكومه انا بدي اعطي 100 يوم تقدم حلول. انا صراحه مش ما بصدق، بس ما بلاقي هالحكي كثير قابل للتنفيذ. نحن عم نعيش ازمات بلشت اثارها من سنين طويله، اليوم انفجرت. صحيح. عندي تقرير ثاني من مؤسسه لابورا بيرتوني خضرا. لابورا قبل 17 20 قبل الثوره البطاله كانت ب 39% معدله. وكان مستوى البطاله عند الشباب 50%، اليوم البطاله صارت 42% وارتفعت عند الشباب ل 60%. طيب هي ارقام علميه، هي مبنيه على احصائيات من مؤسسات مرموقه. يا عمي تعوا يا جماعه يا سياسيين، مش حاسين بهالواقع؟ مش عم تقروا؟ مش مهتمين لشعبكم انتم؟ بكره اذا فل هالشعب كله، انتم مين بدكم تحكموا؟ مين بدكم تحكموا؟ إذا فل هالشعب هال 60%، وأنا شخصياً عملت ستاتيستيك على وسائل التواصل الاجتماعي من يومين. عن الهجرة، حطيت سؤال واضح، مع الهجرة من لبنان؟ إجاني الجواب أكثر من 60%، يعني هون الرقم بيقول 60% اليوم. إجاني جواب أكثر من 60%، إذا اليوم المطار بيفتح، في ناس يمكن ما عندها قدرة تهاجر، أو ما عندها إمكانيات هلا تفل، بس عندها رغبة تفل. طبعا ومن كل يعني الأعمار. طبعا مش من فئة عمرية واحدة، كل الأعمار. في فقدان ثقة بالأوساط الشعبية بكل ما يطرح، جربوا قبل وثقة مفقودة عند الشباب اللبناني. وإذا بتيجي بتسأل الشباب يمكن 100% بيقولوا لك بدنا نفل. ولكن كمان الدول اليوم الخارجية كمان في عندها وضع اقتصادي شوي صعب، خصوصا بعد كورونا، يعني السفر كمان بطل سهل لهالدرجة بالنسبة للشباب اللبناني. هلا أزمة كورونا هي أزمة عالمية أكيد وعندها أثار على كل الدول، هيدا شيء نحن ما عنا سيطرة عليه. بس بكرة بس تخلص أزمة كورونا، في دول رح ترجع تنتعش، الاقتصاد رح يرجع يقلع شوي شوي، السياحة رح ترجع تقلع. ليه؟ لأنه المقومات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والسيادية بهالدول برا موجودة، بس نحن كل هالمقومات مفقودة. نحن سيادتنا منقوصة، إجماعنا السياسي أو الحد الأدنى من التفاهم بين اللبنانيين منقوص، قضاءنا ما عم بيأدي دوره. وأنا شخصيا لما أشوف كل هالإساءة للبلد، كل هالإساءة لللبنانيين، وما حدا عم بيتحاكم بشكل جدي وفاعل ومستدام، أنا كمان خفت ثقتي ببلدي، وهذا شيء سيء. ونظرة المجتمع الدولي لقلنا، طب ما نحن لما حدا بده يجي يساعدنا ليه بده يساعدنا؟ إذا ما عملنا إصلاحات، إذا صحيح. ما عملنا قطاعات إنتاجية، إذا ما عملنا نتفة حسنية نفرجي هالمجتمع اللي عم نطلب منه يساعدنا أنه نحن جديين بهالإصلاحات وعملنا حد أدنى منها، ليه بده يساعدنا؟ طيب الإصلاحات يلي دائما بتتكرر، يعني كررها الموفد الفرنسي وقت سادر وما ترجم سادر لأنه ما نفذنا الإصلاحات، اليوم صندوق النقد ذات الشيء عم بيقلنا في ثلاث أمور بدكم تطبقوها قبل أي مساعدة مالية، اللي هي الإصلاحات بالكهرباء بالاتصالات بغيرها، استقلالية القضاء وأمور أخرى في الشق الإصلاحي. طيب اليوم هيدا الشيء عم ينعكس سلبا على جولات التفاوض مع صندوق النقد، لأنه عم نشوف بعد 15 جلسة ما في نتيجة لحد اليوم. برأيك شو اللي عم بيعيق اليوم تنفيذ الإصلاحات؟ أول شيء المناخ السياسي العام يلي دائما قائم على الخلاف وعلى النكد السياسي لحد السخافة. يعني نحن اليوم حد هالأزمة اللي عم نعيشها، بيجي بشوف هالأداء السياسي بهالشكل وناس بترفض تروح على الحوار أو تحط إيدها بإيد المكونات التانية لنشيل حالنا من هالأزمة، أنا صرت بعتبرها هي سخافة سياسية وعدم جدية. وأكثر من هيك بدي أقول لك، ما علي رح أقولها بصراحة، في إرادة ممنهجة صارت لتدمير هالبلد ولتهجير هالشعب من هالبلد. أنا أكيد من هالشيء، وهذا الشيء مرتبط أول شيء بارتهان للخارج، في أطراف كتير مرتهنة للخارج، وبأخلاقيات وبفساد ضارب طنابه إذا بدك عند أطراف كتير مش عم بيسترجوا يجوا يحطوا إيدهم مع بعضهم.
واكثر من هيك، لما احد النواب قال له 3-4 سنين بيقول انا عندي ملفات اذا بعرضها للقضاء ستتدحرج رؤوس كبيره. هيدا طيب نائب الامه عم بيقول هيك، المفروض يكون كلامه مصدر ثقه، ليس دفاعا عن نائب حسن فضل الله، ولكن لما يقول هالكلام هذا مش ابتزاز سياسي. انا لما ما اقدم شيء للقضاء ولما اوصل لهون القضاء لما ما عم بيعمل شغله كمان، هيدا جزء من نتائج تخلفه عن اداء واجبه. صحيح دكتور بيير، بس خليني اوضح، لانه نائب حسن فضل الله صحيح لوح بكثير ملفات وما قدمها كلها للقضاء، قدم جزء منها. خليني اعطي مثلا الانترنت غير الشرعي اللي قدم فيه مستندات النائب حسن فضل الله للقضاء، واخر شيء شو صار بالملف؟ طمس الملف وما عرفنا مين اللي مذنب بهذا الموضوع. يعني مش بس لانه ما عم يتقدم ملفات، لانه في ثغره بالقضاء، خلينا نعترف. اكيد في ثغره كبيره بالقضاء، وهلا انا بسياق الحلقه في عدد من النقاط يلي هن حلول او اقتراح لحلول، منهم القضاء، استقلاليه القضاء. القضاء لما القاضي اليوم للاسف يمكن في كثير قضاة اوادم وكفؤين، بس يمكن ما عندهم الجرأه، او يمكن ما عندهم الاستقلاليه، او يمكن ما عندهم الكلمه الحره تا واحد يطلع، او يمكن ما عنده الشجاعه، يمكن بخاف على حاله اذا بده يصدر قرار بحكم بحق حدا. اكيد عندنا ثغره وكثير كبيره، وهون نقطه الوجع. نحن لانه ما عندنا قضاء عم نوصل لهون، لانه ما حدا عم بيتحاسب عم نوصل لهون. لما الناس تشوف انه او اللي لازم يتحاسب ما عم يتحاسب، لما الناس لأنه تشوف، لانه شفنا تركيب ملفات كمان، اسماء عم تنطرح كل يوم وكل يومين، بنقول فلان فاسد وفلان سرق وفلان ارتكب وفلان تعدى على الاملاك العامه وفلان اساء للبلد وفلان متورط بصفقات ماليه. يعني ما كل يوم الاعلام عنده حريه كبيره، يمكن في جزء منها اشاعات ويمكن في جزء منها حقيقه، بس انا لما اشوف القضاء ما عم بيوصل لاي مرحله انه حدا من هالاسماء الكبيره يتحاسب ويفوت على الحبس، انا ما رح ضل واثق بهالمنظومه هيدي، وراح اكد انه ساعتها في ثغره كثير كبيره. يعني الاساس والجوهر بده يكون باي اصلاح هو استقلاليه القضاء. نعم، ونحن كشعب لبناني، نحن كشعب لبناني ما بقى لازم نتكل كثير على اهل السياسه بهالمرحله، نحن لازم نعمل انتفاضات فكريه وثقافيه، وحتى نحن نعمل اذا بدك نوع من تجمعات من هالنخب بالبلد، وهن يقولوا نحن بدنا نعمل اليوم معركه من اجل القضاء، نحن مستعدين نحمي القضاة. اليوم القاضي باسم مين بيحكم؟ بيقول انا بحكم باسم الشعب اللبناني، الشعب اللبناني ما بقى بده هالاداء. انا من الشعب اللبناني ما بقى بدي هالاداء. ما بقى تحكم باسمي بهالطريقه. صحيح. يحكم فعلا باسم الشعب اللبناني، وخذ قرار شجاع ولو لمره بوحده بهالتاريخ. القاضي انطونيو دي بياترو بالتسعينات بايطاليا، يا عمي فتح معركة على أهل السياسة، وإيطاليا فيها المافيا وفيها وكل شكك بأنه يوصل لنتيجة، تاريخ المافيا منه مزحة. دمر منظومة صحيح. طويلة عريضة من السياسيين ومن الضباط ومن القضاة ومن النواب ومن رجال أمن، وفوت على الحبس 5000 شخصية عامة. طيب نحن شو، ليش بدنا نعمل هيك خطوة بتاريخنا؟ يا عم شي مرة حدا يضرب كف بهالتاريخ؟ يعني عم نشوف ملفات بالقضاء مثلا الفيول المغشوش، ما اخر شيء بتضيع الامور، ما بنعرف مين اللي مسؤول، وبتصير كمان تجاذبات سياسية بتفوت على الموضوع، واحيان تشهير، واخر شيء انت كمواطن ما بتعرف مين بالفعل المرتكب. مدام نوال، لب الموضوع تنرجع عليه هي المحاصصة والاقطاع السياسي. اليوم في كتير ناس او اصوات عم تطلع بلبنان عم تحكي عن النظام اللبناني وعن الصيغه، وفي ناس عم تنتقدها، في ناس بتحكي بالفيدراليه، في ناس بتحكي بدوله اسلاميه، في ناس بتحكي بالتقسيم. لا، انا بدي احكي عكس كل هيدول. انا هيدا النظام اللبناني بعتبره نظام مرتب. في ناس بتقول طبق الدستور، في ناس بتقول الطائفيه هي سبب الخراب. لا، الطائفيه ما لنا سبب الخراب. الطائفيه بلبنان او النظام الطائفي بلبنان أو الميثاق الوطني اللي عملوه اللبنانيين بالاتفاق مع بعضهم سنة 43، هذا من أرقى الأنظمة بالعالم. ليه؟ لبلد تعددي ومتنوع مثل لبنان. نعم. نحن لبنان فيه 18 مكون أو طائفة، نحن طوائف، هذا وقعنا، نقلنا إيه أو نقلنا لا. صحيح. نحن بلد مكون من طوائف، فيه 18 طائفة، 18 تاريخ، 18 انتماء، يمكن 18 تطلعات. نحن بلد متنوع ومختلف. اجا هيدا النظام تيدير هالتنوع كله، قال نحن بدنا نعمل
نظام إشراكي وليس إقصائي. نحن بدنا نجمع كل هالطوائف وكل طائفة لها حصة من هالسلطة. نعم. المشكلة مش هون، المشكلة بالتطبيق والمشكلة بالإقطاع السياسي. نحن عنا مؤسسات بالدولة اللبنانية وفي شيء اسمه مجلس الخدمة المدنية. لما يكون في منصب للطائفة المارونية أو للطائفة الشيعية، ولكن مجلس الخدمة المدنية عطل من قبل الوزير جبران باسيل مؤخرا. طيب. وعطل نتائجه. أنا اليوم بدي أقول شغلة، أنا عندي مؤسسة، يعني هي مؤسسة الوحيدة اللي قائمة على الكفاءة. لما يجوا هالسياسيين كلهم سوا دون استثناء، كل واحد بده حصته بشكل خاص، لما يجي من هالطائفة الشيعية الكريمة أو من هالطائفة الدرزية أو من هالطائفة المارونية بيقولوا في منصب لهالطائفة، بيجوا بيتقدموا عليه 10 و20 و30 واحد. نعم. بيقدموا امتحان، بيقدموا كونكور، بيقدموا سيفياتهم وسيارهم الذاتية، واللي بينجح مبروك عليه. بس لما بده يتحول النظام هيدا اللي نحن منسبه كل يوم ومننتقده، انه الطائفية والطائفية البغيضة والطائفية المدمرة، لا، هو المدمر هو الإقطاع السياسي. المدمر هو الأداء السياسي. الأداء، ما هو الإقطاع السياسي هو الأداء، هيدا صار النظام الفاسد. بس اللي كانوا عم ينتقدوا الإقطاع السياسي اجوا استنسخوا الإقطاع السياسي وزيدوا عليه. اليوم جيب أرقى نظام للديمقراطية بالعالم وطبقه، رح يكون فيه فساد إذا ما عنا قضاء وجهات رقابية ولجان رقابية مثل بكل دول العالم. الطبيعة البشرية عندها جانب فاسد. اليوم روحي على سويسرا يلي هو من أرقى بلدان العالم، عندهم نظام إشراكي وعندهم 26 كونتون هن قاعدين فيهم، 26 فيدرالية، وعندهم طائفتين، الدين الكاثوليكي والدين البروتستانتي، وتقاتلوا 150 سنة ودبحوا بعضهم، وعندهم 4 لغات، الفرنسية والتليانية والألمانية ولغة قديمة اسمها الرومانش اللي هي قريبة من اللاتينية، ولكن عندهم نظام إداري بيجمعهم كلهم، حافظوا على بعضهم، عملوا كونسي فيدرال، مجلس فيدرالي فيه 7 ممثلين عن كل هالمكونات، وبياخدوا قراراتهم بالتوافق حتى. نعم. لو طولوا ما حدا بيلغي حدا، ما حدا بيطغى على حدا، ما حدا بيهدد حدا، كلهم بيحافظوا على بعضهم. طيب نحن مش بعاد عن هالمنطق هيدا، ولكن. نعم. برجع بعدلك، الخلل هو بالأداء، والخلل طبعا هو بعدم الرقابة وبعدم المحاسبة. نقطع السطر. طيب كرمال هيك دائما المجتمع الدولي بيقلنا الإصلاح 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 أولا قبل أي مساعدة أو برنامج. إذا أنا بدي فند هالإصلاحات، شو الأمور اليوم بلبنان أو الملفات أو القطاعات التي هي بحاجة إلى إصلاح؟ رح أقول لك شو أنا كنت محضر، كم نقطة عناوين يعني تفضل، كيف بشوف الإصلاح أو اقتراح أفكار للإصلاح وتكون موضوع نقاش بكل لبنان. أول موضوع وهيدا الجوهر تبع أي إصلاح بدنا نعمله هو السيادة. هلأ بتقولي لي عنا سلاح بلبنان وأمر واقع، مزبوط عنا سلاح وأمر واقع متمثل بحزب الله، ومش بالسهل هيدا فينا نحلوا هيدا الموضوع، أكيد بده نقاش وبده حوار وبده توصل إلى استراتيجية دفاعية. صحيح. بالتوافق، ولكن أقله نحطه على سكة الحوار. نعم. نبلش نتداول فيه. أنا ما بقبل بقى يكون ببلدي في جيشان، ما بقبل بقى ببلدي يكون في مصدرين للكهرباء، ما بقبل يكون في مصدرين للمي. اليوم كمان عنا ميليشيا جديدة خلقت بلبنان، نائبة الصرافين، يعني عندي مصدر بيشرع ومصدر بيطلع تعاميم اللي هو مصرف لبنان وبيدير السياسة النقدية، ومن تاني مال في نائبة الصرافين اللي صارت ميليشيا. صحيح. مين في عم بيهديهم هودي؟ هيدا كله بينبع من منطق السيادة المنقوصة والمنهوبة. نحن عنا مال منهوب وعنا سيادة منهوبة، هيدا. نعم. أول موضوع. تاني موضوع قلنا عنه القضاء، القضاة برجع بعيدة بيحكموا باسم الشعب اللبناني. يا قضاة لبنان، الشعب اللبناني ما بقى بده هالحكم بهالطريقة هيدي. إذا بتريدوا عملوا معروف، احكموا ولو لمرة واحدة بالتاريخ، يكون عندكم الجرأة والشجاعة والشعب كله وراكم. نعم. كله وراكم دون استثناء. اليوم إذا مدام نوال بتجي بتتحاوري مع كل الناس من كل الطوائف اللي بيربط بيناتهم أعمى أو أمتن من كل خلافاتهم، طبعا إذا بتحكي مع حيالة شخص بحيالة منطقة ببعلبك أو بجنوب أو بشمال، وبتحكي معهم بهمومهم المعيشية وبمستقبل أولادهم، كلهم عندهم نفس الهواجس بالفعل، كلهم دون استثناء. وأنا بأكد شغلة، النهار اللي بيطلع قاضي بيعمل انتفاضة مثل اللي عملها القاضي دي بيترو بإيطاليا، صدقيني كل الناس وراه. هيدا بموضوع القضاء. حكينا عن مجلس الخدمة المدنية كمان، هيدا يعني هاي الأشياء اللي عم بطرحها واللي مننادي فيها مش إنه بس تكون شعارات. اليوم كل شخص بده يتقدم للشأن العام، وكل شخص بده يخوض أي معركة انتخابية بلدية أو تمثيلية أو حيالله
وظيفة عامة أو تمثيلية بالدولة اللبنانية لازم يكون عنده برنامج، وأنا إذا بدي أتقدم لهيك استحقاقات هيدا برنامجي. نعم. لأنه هيدا النقاط المنطقية اللي على أساسها بتبني أسس دولة. حكينا عن مجلس الخدمة المدنية يلي بيعتمد مبدأ الكفاءة والمنافسة مش مبدأ المحاصصة. طبعا. لو كنا اليوم بلد طائفي ولو كنا اليوم نظام طائفي وبيوزع السلطة حصص بين الطوائف، وهذا مبدأ إشراكي ما فيك تغيب أي حدا، واليوم حيلا فريق بده يجي ما تغيب أي حدا، بس اللي بتجيبهم جيبهم كفؤين. ما هي اللي عم بقوله، يعني بده يجي على مبدأ الكفاءة والمنافسة عبر مجلس خدمة مدنية، عبر مؤسسة مش عبر أشخاص. كل رئيس طائفة بده يعين زلمته، هيدا صار النظام الفاسد. لا، لأنه صار مرتهن لإله، وصار كل ما بده يحكم بأمر أو بده يوقع على ورقة أو بده ياخذ قرار مصيري بده يرجع لزعيمه. لا، نعم، بده يرجع لكفاءته ولضميره، هيدا المرجع. كنا عم نقول شغلة، ما حدا بلبنان في يلغي حدا، هيدا التاريخ. أكيد طبعا. هيدا التاريخ ومرق على لبنان كتير، من نحن التاريخ المدون اللي بنعرفه 5000 سنة. ونحن بعد في نوع من امتداد، انعمل إذا بدك تيست ADN من فترة DNA على مجموعة من الشعب اللبناني، تبين أنه بعد عنده امتداد فينيقي. نعم. الفينيقي اللي انوجدوا بالقرن 15 على الشواطئ اللبنانية كان عندهم مدن مستقلة ذات حكم ذاتي، وبتجمع بينهم الصداقة والتعاضد، وكانوا يسافروا على كل بلدان العالم بهدف التجارة بشكل سلمي. نحن ما كان دورنا نروح نفتح حروب ونعمل غزوات هون وهون، مش هيدا دور لبنان، هيدا مش دور لبنان. تاريخنا كله بيقول انه نحن شعب متعدد ومتنوع، وما بنقدر نعيش او هالبلد ما بيقدر يعيش الا مع بعضه. طبعا ما حدا في يلغي التاني، وما حدا يفكر انه بده يقدر يلغي التاني لانه ما راح تزبط. لبنان مذكور بالتاريخ او بالكتاب المقدس 70 مرة، وطبيعته وشعبه وتاريخه ورمزيته بيقول هيدا بلد للحياة، هيدا بلد للحياة. هو اللي سماه قداسة البابا الرسالة، وقداسة البابا يوحنا بولس الثاني مش عن عبس حطه على المنصة المرجعية. نعم. للدول المتعددة والمتنوعة، شاف فيه إذا بدك مرجع لإدارة هالتنوع. بس هيدا التنوع، هيدا التنوع على أهميته اليوم، يعني بطل عند اللبناني أولوية. اليوم اللبناني رجعته يفكر كيف بدي أمن معيشته قوته اليومي. أكيد هيدا أولوية، بس أنا عم بحكي عن النظام السياسي اليوم، لأنه بسمع مدام نوال في ناس تنزل على الطريق بتقول الشعب يريد إسقاط النظام. شو يعني يريد إسقاط النظام وشو البديل؟ أي نظام؟ أنا أريد إسقاط منظومة، أنا أريد إسقاط فاسدين، أنا أريد إسقاط طريقة تعاطي. صحيح. أنا أريد إسقاط إقطاع سياسي أو محاصصة سياسية. يعني هذا الشعار اللي استنسخ ما بيزبط على لبنان، لأنه الدول اللي رفع فيها هذا الشعار هي دول الحزب الحاكم الواحد. ايه، وبالتالي طبعا ما بينطبق. فيها نظام أوليغارشيك أو توتاليتاري ما بيمشي عنا. أكيد. نحن كانت ثغرة كمان بالعناوين اللي طرحتها الثورة. ما فيك تمحي الذاكرة التاريخية لمجموعات معينة وتجي تهمشيها أو ترهبيها أو ترهبيها أو تخضعيها، ما بتزبط. وكل البلدان يلي بيصير فيها هالنوع من الأداء السياسي أو من الحكم، كل الضعاف اللي بيصيروا مهمشين بيصيروا يتكتلوا مع بعضهم ليعملوا انقلاب على اللي عم يحكموا. لا تكون صارت الفرصة متاحة. هي طبيعة الحكم وهي طبيعة التاريخ. نعم طبعا. طيب إذا بتسمحي لي بس كمل كم نقطة. حكينا مجلس الخدمة المدنية، في معركة لازم نعملها كمان من أجل الإنتاجية. نحن بلد يعني تنقولها بصراحة عايش على الشحادة، كيف بدنا نستمر؟ واحد بيشحت كل هالعمر من الدول قروض ومن المجتمع الدولي ودين ومن البنك الدولي، طب لأمتين هالمجتمع بده يضل باله فينا؟ يعني وكرمال شو؟ يعني القائم دائما على الاستدانة. كرمال شو؟ نحن اليوم بأزمة الدولار اللي عم نعيشها تبين بشكل فائع، نحن زر ما بننتج، دبوس ما بننتج، كيف هيدي؟ ولكن الاقتصاد المنتج مش بليلة وضحاها يولد. أكيد، بس ما عم برجع أقلك الانتقال من الاقتصاد الراعي إلى المنتج بحاجة إلى سياسات. نحن عند وقوع الأزمات منبلش الحل. صحيح. نحن هيدا الشيء كان لازم نعمله من قبل. مش بأيام الرخاء والرفاهية لازم نقعد و طب هلا عم نقول للعالم روحوا زرعوا. طيب نحن أمننا للمزارع يصدر إنتاجه أسواق. لا، ما أمننا شيء. أول شيء قبل الإنتاج، بعد شوي منشوفه عم بيزت هالمحصول على الطريق لأنه ما قادر يصدر. قبل الإنتاج اليوم أي مزارع، وأنا بحكي عن مزارعين بضيعتي بتنورين فوق، تعطيك مثل كونكري واقع
مين عم في يشتري رشوش واسمده وبذور؟ مين؟ صحيح، كله مستورد هيدا الشيء، وكله حقه صار ثروه اليوم على الليره اللبنانيه. يعني قبل ما نوصل وين بدي صرف الانتاج، ليش رح نقدر نحميلها الانتاج، ورح نقدر نزرع بشكل مزبوط، ورح نقدر نرش، ورح نقدر نفلح، ورح نقدر نسود. ما قبل ما نوصل لهون نحن شو عملنا لندعم هالمزارع وهيدا قطاع حيوي بلبنان؟ نحن ما عم نعطي اي اهميه. صحيح. نفس الشيء للصناعه. ومبارح النائب نعمة فريم عمل حلقه على التلفزيون عن موضوع الصناعه والزراعه والانتاجيه، كثير مهمه، بدعي كل الناس يسمعوه. مع الاسف هلا كمان المؤسسات الصناعيه هي بضائقه ماليه كثير كبيره، والبعض كمان يعني مؤسسات صناعيه وتجاريه، والبعض كمان على طريق الاقفال. هاي الازمه هي ازمه سياسيه، فيك باش سياسه بالمنطقه، يعني نحن عم ندفع ثمنه. يعني نحن مش بس ازمتنا اقتصاديه ماليه فقط. لا، نحن بالدرجه الاولى سياسيه، نحن بالدرجه الاولى سياسيه وسياسيه. يعني سياسيه شو يعني؟ يعني اليوم المجتمع الدولي شايف الحكم بلبنان بايد حزب الله، خليني اقول امور بدون قفازات، كرمال هيك عم بحسبنا؟ ما نلبس كفوف، اليوم المجتمع الدولي ما بقى راضي عن هالاداء السياسي ولا عن هالوجود العسكري. بغض النظر عن اسبابه ودوافعه، بس ما قبل كانت حكومه فيها الكل، كانت حكومه وحده وطنيه. صحيح. وكمان ما عملت شيء. وصلنا هلا لمرحله ما بقى راضي عن هالشيء، ونحن بدنا ندفع ثمن هالشيء. هلا هالشيء عادل مش عادل، هذا غير موضوع. بسياسات الدول الكبيره ما في اعتبارات كثير للناس، بكل معركه في ابرياء، وهلا بده يروح ابرياء. نعم. نحن هلا بمرحله ما في عصا سحريه تحل لنا مشكلتنا. اكيد. ما في عصا سحريه، نحن هلا فتناها من قبل. فتنا بحالة اقتصادية ونقدية ومعيشية كتير صعبة، وأنا خيفان من شغلة مدام نوال، أنه هيدا الشيء رح يأثر على وجه لبنان اللي نحن منعرفه واللي نشأ من خلال هالتعدد اللي عم بحكي. نعم. عنه. نحن عنا وجه تعليمي كتير مهم بالمنطقة وبالشرق الأوسط، اليوم مدارسنا مهددة، وعم شوف كمان اليوم جامعاتنا مهددة، الجامعة الأمريكية كمان مدارسنا وجامعاتنا مهددة. هودي يلي أنت بتبني فيهم الإنسان اللبناني اللي مفروض. صحيح. يلعب دور غير الدور اللي عم نلعبه هلا، العسكري هون وهون وهون، وهالنزاع اللي عم نشارك فيه، وهالتدخل بالكباش. نعم، ولكن دكتور بيير، هذا مش دورنا نحن كلبنانيه. اذا عجبنا هذا النزاع وتورط حزب الله بمعارك الاقاليم او ما عجبنا، نحن كلبنانيه ما بنقدر نجي كمان نفوت بصراع مع مكون لبناني لحتى نوصل مثل ما بدنا الدول الغربيه بهذا الموضوع. ما كمان يعني انه مش قصة انه نحن عجبنا او ما عجبنا، قصة اليوم في قوة موجودة مسلحة، في شيء خارج عن ارادتنا نحن، ما بنقدر نحن مش كل شيء خارج عنا قدراتنا. بس كمان بس انا اللي عم بقوله، نحن عندنا مشكلة كمان اذا بدك. يعني شو المطلوب؟ نروح نشتبك مع حزب الله؟ ما بتصير كمان حرب اهلية. عندنا كمان مدام نوال مشكلة بينت عبر التاريخ انه هي مشكلة بنيوية بلبنان، صارت بالبنية تبعه، اللي هي اذا بدك الانخراط بصراع محاور وصراع دول مع بعضها. في مبدأ كمان أنا كاتبه بلائحة الحلول، في مبدأ اسمه مبدأ الحياد. نعم. طب النائب النافس ولا مرة طبقنا، حكيوا عنه كتير، بس لازم نضل نحكي فيه. ما كنا عم نزج بالنفس. اليوم نحن لأنه ما عنا حد أدنى من الاتفاق الوطني أو التفاهم، وما عنا حد أدنى من إذا بدك المصداقية بالعمل السياسي، واللي شايفه المجتمع الدولي واللي على أساسه ما بقى عنده ثقة فينا ولا رح يساعدنا هلأ. بس تبين عبر التاريخ انه كل هالعوامل هيدي عملتنا ارض خصبه لكل التدخلات بالمنطقه، ما بقي حدا من فجر التاريخ لليوم الا ما فات علينا. طب كمان بس ما بقي حدا الا ما عمل انتداب علينا. بس انا كمان هون ما بدي انكر انه كمان سلاح المقاومه اليوم هو اللي ردع اسرائيل، صحيح ام لا؟ هو اللي اخرج اسرائيل من لبنان، واليوم كمان في انتهاكات اسرائيليه يوميه لسيادتنا عبر خرق الاجواء اللبنانيه، وبالتالي يعني هذا السلاح هو مبرر. طيب بس لأمتين فرضا هالشيء، حتى نسلم جدلا انه هالشيء موافقين عليه اللبنانيين، مع انه مش كلهم موافقين، حتى نقول انا وياكي متفقين على هالموضوع. طيب وبعدين انا الجيش اللبناني ليه ما بدي قوي؟ ليش ما بده يكون هو اللي بيحميني وبيحميكي وبيحميكي؟ مسلح بما يكفي لمواجهه العدو الاسرائيلي. ليش ما نبلش نتفق انه نحن بدنا نجهزه تهو يقوم بواجبه؟ هيدا واجب الجيش، مش واجب اي مكون اخر. ساعتها اذا بدنا نحكي هيك خلي كل اللبنانيين ينخرطوا. طيب ليه الدول اللي كانوا عم بتجهز الجيش عسكريا؟ يعني في كم مساعده امريكيه هيك؟ انا برايي خلينا نعمل
نوع من او حد ادنى من الاجماع الوطني على هالموضوع كل المكونات، وخلينا نتفق على موضوع او على مبدا انه الجيش اللبناني بنهايه المطاف هو اللي بده يمسك البلد والحدود وكل المناطق اللبنانيه دون اي استثناء. نبلش نحكي فيه، خلينا نبلش نطرح قدام الراي العام هالنظره الوفائيه يعني اللبنانيه حول سلطه عسكريه وحده، حول سياده وحده، على استراتيجيه دفاعيه. طيب بدي كمل معك بهذا الموضوع. مش عم بقول لك اليوم فينا نحل سلاح حزب الله ونقول له تعال سلم سلاح، لكن وضعه على الطاوله. لا مش واذا بدنا نكون عاقلين وواعيين مش هيك بتصير الامور. بس نبلش نحكيها بجرأه، نبلش نقول يا عمي نحن عندنا جيش لبناني وجيش محترف وجيش عنده عقيده وطنيه، ناقصه يمكن تسليح، ناقصه يمكن شويه عتاد وتجهيز. بس خلينا نبلش نحكي بهالشيء، نحطه على الطاوله ونفرج المجتمع الدولي انه نحن بلد عنده سياده. نحن عم نحكي بهالشيء، في كثير افرقاء لبنانيين عم يحكوا بهذا الشيء، في نائب سامي شميل دائما بيحكي بهذا الشيء، في لا لازم تتوسع المروحه اكثر من هيك. رح كمل معك بهذا الموضوع، وايضا بموضوع الاقتراح اللي اتقدم فيه وزير الاقتصاد حول رفع الدعم عن المحروقات وايضا عن الطحين، ولكن بعد ان نتوقف مع هذا الفاصل ابقوا معنا. اهلا بكم مجددا، عوده لاستكمال الحوار مع ضيفنا دكتور بيير يونس. اهلا وسهلا فيك مجددا دكتور. اهلا وسهلا فيك. يعني كنت عم تستعرض مثل ما سميناها ورقه اصلاحيه في بنود، ولكن في اصلاحات كانت كثير مطلوبه من المجتمع الدولي. حكي عنا الموفد الفرنسي بيير دوكان وكل موفد دولي وايضا صندوق النقد حكي عنا، يلي هي بموضوع الكهرباء. برايك اليوم لبنان انه 46% او يمكن اكثر من الدين العام هو للكهرباء، 2 مليار سنويا وبعد ما عندنا كهرباء، شو هالمعضله المعجزه اللي اسمها الكهرباء بلبنان؟ البنى التحتيه كلها بلبنان اذا بدك فيها اهتراء كلها سوا، من كهربتنا من ميتنا من طرقاتنا، وهيدا بيرجع كمان لموضوع الكفاءه والمنافسه اللي عم نحكي عنهم. لما يكون في نكد سياسي ما في شيء رح يمشي. لا بقى نحكي عن النظام انه طائفي وعم بيعرقل، مش النظام اللي عم بيعرقل، الاداء اللي عم بيعرقل، الذهنيه اللي عم بتعرقل، والاخلاقيات اللي عم بتعرقل. بموضوع الكهرباء، اليوم في انقسام كثير كبير وتحول موضوع الكهرباء لموضوع سياسي بامتياز. ليه؟ لانه موضوع الكهرباء كان في فريق سياسي معين مستلم وزاره الطاقه والمياه على فتره معينه. وبعد لليوم ما في كهرباء. انا بدي احكي نتيجه، صحيح ما في كهرباء. شو الاسباب تما في كهرباء؟ في ناس عم بتبرر هالشيء بموضوع التعرقل السياسي، وفي ناس عم بتقول انه بعد بدنا نعمل معامل، يعني في ناس صحيح. عم تحكي بالتقنيات وفي ناس عم تحكي بالسياسه. انا اللي بقوله شغله وما بدي احكي بالسياسه، هذا موضوع تقني وخدمات. الكهرباء هو موضوع تكنيكي وخدماتي وبيعني كل الناس. إذا أنا ما عندي كهرباء يعني جاري ما عنده كهرباء، وخصمي السياسي ما عنده كهرباء، وحيلا مكون تاني بالبلد اللي حكينا عنه ما عنده كهرباء. خلي يصير في لجنة تقصي لحقائق هالملف هيدا. اللي كان عم يشتغل صحيح وبمصداقية وباحتراف ينعطى حقه. الأمور واضحة، يعني بدها لجنة تقصي في أموال هدرت على الكهرباء وما في كهرباء، لو في كهرباء كنا بنقول اوكي حطوها بمحلها. انا بقول تما يضل الموضوع محصور بالسجال السياسي والاعلامي والناس تتقاتل مع بعضها كل النهار انه الوزير عمل شغله او ما عمل شغله. انا ما بدي لا دافع. طب هلا الوزير الحالي جاي عم ببشرنا ما في كهرباء. ايه اكيد ما في كهرباء. لا النتائج ايه نحن فشلنا بموضوع الكهرباء اكيد، ما عم بقول لا، نحن فشلنا بموضوع الكهرباء وفشلنا بمواضيع كثير. خلص سكرها التحكية. المؤسسه اللي اسمها كهرباء لبنان سكرها نهائيا. بلا يمكن احد الحلول الناجعه تكون انه نخصصها للكهرباء ونخلص منها. يمكن نخصصها للكهرباء ونخلص منها، بس اذا بنلغي هالسجال اللي كل يوم بنضل فيه وسين وجين وتقاتل وتراشق سياسي كل النهار بين الناس، خلينا نحقق بموضوع الكهرباء. اللي كان مخطئ وهدر مال عام يتحاسب، واللي عرقل يتحاسب، واللي كان مخطئ بلبنان سيحاسب، خلينا نبلش وزير بلبنان سيحاسب، خلينا نبلش الوزير باسيل سيحاسب بلبنان على اخفاقه بالكهرباء، على وعده انه الكهرباء 24 24، وكانت من ال 24 صرنا هلا ساعتين بس. عم برجع سيحاسب الوزير باسيل. عم برجع عدلك، فشلت سياسه الكهرباء. انا عم بحكي نتيجه على رجعنا للقضاء، هل سيجرؤ القضاء على محاسبه؟ ما بعرف، قلنا لهم للقضاه إذا بتريدوا اعملوا دور بطولة شي مرة بهالتاريخ. نعم.
حيلا فشل بالبلد خلينا نحقق فيه. ومين ما كان المخطئ ومين ما كان الطرف السياسي اللي استلم ملف وما نجح فيه خلينا نحقق معه. خلينا نقول خلينا مش بس الكهرباء، في كتير محلات تانية كمان لأملاك البحرية والنهرية. خلينا بالدرجة الأولى وقت اللي يقولوا الناس سألوني مرة شو بيعني لك شعار كلهم، يعني كلهم تحت المساءلة. مين ما استلم منصب سياسي أو وظيفة عامة أو إدارة عامة أو حيلا شأن عام بلبنان، مركز بالشأن العام، خلي يكون في له مساءلة، مش عيب. نعم الكل. أنا بكرة يمكن عم نحلم إذا أنا شي مرة حصل لي الشرف واستلم شي وظيفة عامة لازم أتساءل، لازم شو حدا يجي يسألني شو كانت إنتاجيتي. صحيح. ربطا بالنتائج على الأرض، كيف كان أدائي، كيف كان حرصي على المال العام. خلينا نسائل طبعا، كله بيرجع بصب القضاء المرتكز تقاتل السياسي والتراشق الكلامي كل النهار والاتهامات المتبادلة والتبرير المتبادل والتزقيف المتواصل للزعماء، هيدا منه أداء. نعم. والناس لازم بقى ترتفع عن هالمواضيع هيدي. خلينا اليوم نحن كشعب نعمل معركة نكون حد القضاء، نقطع السطر. نعم. بدي انتقل لموضوع يعني هاليومين عمل كتير بلبلي، هو اقتراح بدنا نهني عليه لوزير الاقتصاد، يعني جدا تهاني عليه، انه رفع الدعم عن المحروقات وايضا عن الطحين واستبدالها بقسائم للفقراء. يمكن ما بيعرف وزير الاقتصاد انه اكثر من نصف الشعب اللبناني اليوم صار فقراء، ويمكن كمان ما بيعرف انه هاي القسائم كان عندنا تجربه مش بعيده كمان معها ما كانت ناجحه ابدا. طيب اليوم هذا الاقتراح لما طرحه وزير الاقتصاد طرحه بشكل جدي، هل برايك ممكن يمر؟ صعب كثير يمر. اول شيء عم بيرفع الدعم عن عن عناصر من الحياه اليوميه، يعني كل يوم الناس بتعوزها وكل الناس بتعوزها. اول شيء ما فينا اليوم نرفع الدعم عن هالعنصرين. خليني اوضح هون، اقول نقيب مستوردي القمح احمد حطيت عم بيقول اذا رفعنا الدعم سعر طن طحين هلا 600,000 بيصير مليونين ليره مينيموم، اذا عم تحكي عن سعر صرف هلا 3,900 مش اكثر. يعني شوف قد ايه بتفرق. يعني اكيد بتفرق، يعني ربطه الخبز معها ما حدا بيعرف قد ايه بتصير. الدوله في محلات كثير لازم تدعم. انا ليه بنقهر لما اشوف مازوت عم بيتهرب على سوريا؟ لانه مدعوم. صحيح. من بلدي ومن دولتي ومن مال شعبنا نحن، مما تبقى من احتياط العمل الصالح، مما تبقى من ما بعرف قد ايه بعد عنا مال. بنقهر لما اشوف بضاعه لبنانيه هي لازم تكون مؤمنه للشعب اللبناني عم تدعمها الدوله اللبنانيه وعم تتهرب لبرا وما عم يستفيد من الشعب اللبناني. بعد بدك تقولي لي انه بدنا نشيل الدعم عن الطحين وعن البنزين. صحيح. بعدين هيدا لشو بمهد مدام نوال؟ هلا يمكن عم بمهد لضرايب بلكي، بصير بدنا نعطي قسائم وبونات لفئه معينه بعد ناقصوا الشعب زل؟ ما هيدا مدخل لانه نزل الناس عن بطريقه ثانيه. قسائم اللي طلعت من وزاره الشؤون الاجتماعيه ال 400,000 ليره ونوعدوا فيها ناس كثير وصار فيها اذا بدك تلاعب كبير، في ناس بحق لها وفي ناس ما بحق لها، في ناس كتير وبحقوا لها ما حصلت عليهم. هلا هو في ناس حصلوا عليهم بطريقه مذله. نعم. بدنا نرجع بعد نعيد تجربه جديده؟ لا، انا برايي ما بتمرق هيدي. هو عم بيبرر انه ليش لندعم الاغنياء كمان؟ ليش لنحط مصرياتنا كمان لدعم الاغنياء؟ خليهم يروحوا على قبل ما يعملوا هيك خطوات، في كتير امور فينا نحط عليها ضرائب وكماليات وكماليات، الاغنياء تحديدا ومجلس النواب تحديدا معفى منها. خلونا نحطوا كماليات على الضريبة على الكماليات اللي بيستفيدوا منها الأغنياء ويدخلوا أموال على الدولة قبل ما نلغي الدعم عن الطحين. نعم. طيب هلأ هيدا الاقتراح مثل كأنه كمان يمكن بيعرف وزير الاقتصاد أنه ما بيمر، ولكن كان تمهيد لحتى أنه يقول أنه يوما ما قريبا يمكن حينرفع الدعم، لأنه كمان الاتفاق مع صندوق النقد أحد شروط صندوق النقد الدولي رفع الدعم يلي الدولة من خلاله يعني بتستنزف كمان الخزينة والأموال، رفع الدعم عن كل السلع. هيدا دايما بيشترط هيدا الشرط صندوق النقد، وبالتالي ممكن أنه يكون جدي للفترة المقبلة. هلأ بالمستقبل ممكن يصير إشياء كثيرة. عم بقول لك نحن اليوم بأزمة لا قعر لها مالية، وفي ناس بعد بدها تتضايق أكثر، الناس بعد بدها تتضايق أكثر،
وفي اذا بدك نمط حياه بلبنان بده يتغير، ما بقى في ضل بده يتغير بعد اكثر. بكره شوفي بده يجي نهار اكيد بده يغلى البنزين وبده يغلى الطحين، كل شيء بده يغلى. مبدا الدعم لازم يكون موجود، بس قد ايه الدوله بدها تضل تقدر تدعم بظروفها الماليه الحاليه؟ ما بعرف، ما بعرف، خاصه لانه ما عندنا تقارير واضحه. ليكي التقارير اللي تقدمت لصندوق النقد صار عندنا ثلاث تقارير متناقضه، تقرير من الحكومه، تقرير من مصرف لبنان، وتقرير ثالث من لجنه المال والموازنه، وكل واحد بيعطي ارقام مختلفه. طيب برايك هذا التضارب بالتقارير يعني بين دوله واحده الى اي مدى انعكس بالفعل، يعني تاثيره كان سلبي على جولات التفاوض وخلى انه اكيد كان سلبي؟ اول شيء بين انه نحن ما عندنا احصاءات صحيحه لخسائرنا. ثاني شيء بيعطي انطباع انه نحن عم نحاول نخفي شيء، يعني ليش ما عم تطلع الارقام ولانه متقاربه؟ اول شيء في اجهزه ما عم تشتغل مع بعضها، لازم يكون في مركزيه الاحصاء او مركزيه التقارير باصدار التقارير بلبنان. كل جهه نقديه او يعني الارقام الوحيده اللي لازم تكون مش مختلف عليها لانه الارقام عمليه حسابيه. نحن بالحد الادنى اللي لازم نفرجي فيه صندوق النقد والمجتمع الدولي عن مصداقيه تفركشنا باول خطوه. صحيح صحيح. طيب بتتوقع انه نوصل نحن وصندوق النقد لبرنامج دعم او انه يعتذر منا ويقول لنا انه ما نفذتوا المقاربه اللي حطيناها؟ هلا بيجي وقت بنتفاهم مع صندوق النقد اكيد، مش دغري يعني طويلة، لأنه عم برجع عدلك. طويل. الأزمة هيدي سياسية، في شيء سيفرض على لبنان منه التوطين. هيدي شغلة عم نحكي عن توطين السوريين والفلسطينيين. نعم لبنان عم يتغرد لأزمة سياسية وعم تنعكس بالاقتصاد. الأزمة الاقتصادية حلا إذا بدك كيف سيفرض توطين على لبنان؟ الفلسطينيين صار لهم بلبنان يعني عشرات سنين وما وطن، ليش بده يفرض علينا؟ المجتمع الدولي عنده ثلاث هدفين اساسيين، سلاح حزب الله والتوطين. ولكن اذا كنا نحن مجمعين على عدم التوطين ما بيقدر يفرضوا علينا، بدهم يضلوا يضغطوا علينا وبدهم يركعونا اقتصاديا لنرضخ. هذا الهدف، هذا هدف من اهدافهم ومن اهداف هيدي الازمه السياسيه اللي عم نعيشها. يعني مرتبط الموضوع بما يرسم ايضا من تقسيم لسوريا والحل النهائي برايك بلبنان؟ يعني سوريا بعد سنه يمكن الانتخابات الرئاسيه المقبله. سوريا دائما عبر التاريخ عندها اطماع بلبنان دائما، ولبنان لما انشئ من 100 سنه لبنان الكبير ب 1920 بقرار من فرنسا اللي هي الدوله المنتدبه وباتفاق من الدول العظمى اقتطعوا اجزاء من سوريا. نعم. او بيقولوا هاي اجزاء كانت لازم تكون للبنان، وانشانا هالكيان المعترف بحدوده الجغرافيه والدوليه. وسوريا من قبل هالتاريخ ومن بعد التاريخ عندها اطماع، حاولت عسكريا، حاولت باحتلال الجيش العسكري تبعهم. اليوم نحن عندنا احتلال سكاني. نعم. ويمكن هيدا يكون اذا بدك للمدى البعيد اسهل انه يحاولوا يسيطروا على الداخل اللبناني مما حاولوا فيه عسكريا من قبل. شو تعليقك على يعني هلا استذكر تصريح بالامس وزير الخارجيه السوري وليد المعلم انه بنواجه نحن وياك من قيصر سوا، دعوه للبنان لحتى نكون سوا بمواجهه قيصر؟ هلا كل واحد بيتعرض لخطر بيقول له لجاره تعا تنواجهه سوا تيحس بال انه اثنيننا بنفس المركب واثنيننا بنفس المصيبه. بدي اختم معك دكتور بيير يونس يعني هيك برايك انه هالنفق المظلم اللي نحن فيه، هل في بوادر امل انه بمعالجه جديه فعليا تكون من قبل الكل نقدر نتجاوز هذه المرحله؟ رح اقول لك شغله، الانسان لازم يضل متفائل رغم كل الظروف. انا بقول شغله، الشيء اللي عم بيصير بلبنان بيصير بحيالله دوله بالعالم، ولكن لبنان قلت لك هيدا البلد المذكور 70 مره بالكتاب المقدس وهو بلد للحياه. صحيح. وبالحياه على طول في اخطار، في مثل فرنسي بيقول فيفر سي ريسكي، الحياه فيها اخطار ومن الطبيعي انه نتعرض ل طلعات ونزلات بمسار التاريخي تبع هالبلد، وخاصه انه لبنان هو على
فالق سياسي منه مستقر ابدا بهالمنطقه وبهالشرق، ولكن لبنان هو واحه للحريه وللتعبير. انت اذا بتشوفيه لبنان بتكوينه بحياته اليوميه والسياسيه، رغم كل الظروف اللي فيه، هو نقيض كل الدول اللي حواليه، كان يرجع ينهض من نقيض الدول العربيه ونقيض الدوله اليهوديه يلي تشريعهم قائم على الدين وفيهم لون واحد وفيهم حكم من طرف واحد. لا، نحن بلد متعدد وكل الناس اللي بتجي عليه بتلاقي فيه حريه، على امل انه هذا التنوع نستفيد منه مش نخليه عنصر سلبي. صحيح، وبالتالي اكيد وما فينا نحن نطلع منه. قلت لك ما فينا نلغي الذاكره التاريخيه تبع اي مكون بلبنان. بالتالي لبنان هو بلد للحياه، ولا مره بالتاريخ هالبلد سقط. هلا كيف رح يقوم من هالازمه؟ بيجي وقت بيقوم. انا اكيد من هالشيء. الاب شارل ميشيل هايك الله يرحمه كان يقول مأساة لبنان انه لا يعرف ان يموت. نعم، وهيدا عبر التاريخ هيك. هلا نطلع من الازمه. طويله الازمه؟ ايه طويله اكيد، تنحكي علم وتنحكي اقتصاد وواقع طويله. بيجي وقت بنطلع منها، نطلع منها انا اكيد على امل يعني. وبهذه النظره التفاؤليه كمان بختم الحلقه معك. شكرا لحضورك دكتور بياري مونس. الله يخليكي. شكرا مشاهدينا، والى اللقاء.